السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل ما بدأناه من صف إنشاء صفحة متكاملة. الآن ندخل على Pages في الأعلى ونضغط شكل الصفحة هذه. لاحظ هون مكتوبة بالإنجليزي. أول شيء نسوي نغيرها نخليها لأن موقعنا عربي Rename Page فنخليها باللغة العربية. الرئيسة Enter. وثم نضيف الآن صفحة ثانية نسميها مثلا مسابقات عالمية دن، وصفحة أخرى نسميها البطولة العربية، والصفحة الأخيرة تكون هي الدراسة الميدانية. انشأنا الآن الصفحات كلها، لاحظها هني بطولة عربية، مسابقات عالمية، رئيسة، ودراسة الميدانية بالطريق كاي وصلت. نبدأ مع مسابقات عالمية. نرجع على الملف اللي احنا عندنا اياه اللي هو التقرير اللي انا كنت كاتبه. فهذه بعض المسابقات العالمية. كثير من المسابقات احنا راح نختار بعضها لان الهدف بس ان نراويكم الطريقة. فهذه مسابقة First Lego، فهذا عنوان اول مسابقة. فاضغط على Insert. الان نحن نبي نسوي ادراج. ف اول مسابقة First Lego نبيها، مسابقة فيرست نبيها تكون على اليمين لان احنا التخطيط عربي، وتكون عنوان تايتل. نضيف بعدين تكست بوكس ثاني وننقل الجزء اللي بعده يكون بالشكل هذا، ونضبط المحاذاة نخليها على اليمين الان. ثم نضيف مربع و ممكن نختار هذا كلهم في هذا المكان. الآن مثل ما اتفقنا بالفيديو الأول نبي الفقرة الأولى تكون الكلام على اليمين والصورة على الشمال، فنسويها كذي أو نزيدها شوي، وبعدين نضيف صورة، فنضغط على Image وأضيف صورة نسميها First Lego Robots Search. طبعا لازم نكتب Search بصراحة. First Lego Robots. نضيف على سبيل المثال أحد نشوف شيء يتناسب. بما أنا خلفيتي بيضة فأفضل مو حلو حط صور مثل لها خلفيات مثل هذه. أحط صورة تكون مثلا مثل هذه، أحط سلكت تكون خلفيتها بيضة حتى تذوب مع الموقع. الآن هو دائما أي صورة تحطونها تنزل تحت، فأنا بأضيفها هني فوق. بس يسوي أمسكها وأحطها هني، فهو شو يسوي؟ هو يزقر لي إياها ويضبطها ويحط لي يعني يرتبها لي. الحين أبي صورة ثانية تكون تحتها فصورتين مع بعض، فأضيف صورة أخرى حتى تترس المكان. فأشوف واحدة تكون بالطول مثل هذه، أقول له Select أخذها وأرميها هني مع هذا. فلما أحطها هني شوف يصير الخط الأزرق تحته، يعني راح تكون تحتها. لما أحطها هني يعني أحطهم يم بعض، لما أحطها بالجهة هذه يكون يم بعض، لا أنا أبيها تحتها. فصارت شنو؟ ضبطها بحيث انها صارت كلها مربع واحد، صورتين هذيل فوق والصورة هذه تحتها. فيعني التصميم في البرنامج هذا جدا سهل، جدا سهل وطريقة احترافية. طيب نحتاج الان ضفنا مسابقة فيرست، المسابقة الاولى، نبي نضيف المسابقة الثانية. فاضيف مربع وحط عنوان، انقله هي المسابقة العالمية الثانية، هذه اولمبيات اسمها اولمبيات الروبوت الدولية. اضيفها هني واغير المحاذاة و
اخلي تايتل وثم اضيف مربع اخر لاني ابي اضيف المعلومات اللي تحت هذه. نلاحظ لما انقل النص ما ينقل ويا صور، فالصور لازم تكون يعني على حدة روحها. فكل ما علينا اسوي مكان حق الصورة بس. احنا اتفقنا ان العكس الحين، فخرج هذا هني ونيب هذا الجهة هذه بالشكل هذا. ممكن رجع شوية بس. تمام، وننقل الصورة الان في طريقة ثانية. شوفوا اقدر انقل الصورة من هني مباشرة، كنترول سي، اروح هني واقول كنترول في، فحط لي اياها في النص، اخذها وانزلها في المكان اللي انا ابيه هني، فضبط لي اياها. شفتوا؟ اقدر مثلا اذا كبرت حجمها يسوي هو زوم بحيث انه ياخذ جزء من الصورة بحيث انه تترسل المكان بشكل جدا احترافي جدا جميل. زين، قلنا القسم هاي القسم الثاني. الان اضع، تلاحظون انه بما ان هذا عنوان حط خطين، هو لان النمط اللي احنا اخترناه ثيم يحط خطين على العناوين، فهي طريقة جدا حلوة جدا جميلة. نبي الحين فاصل لان استكمال، بحط صورتين تابعين حق نفس الاولمبيات الروبوت الدولية كاهم، لانه مو عنوان جديد. شفتوا هاي رقم ثلاثة، لا قبل ابي الصورتين هذيل، اخذ واحدة واحدة واحطها هني. لاحظوا ابيهم يتوسطون، فلما امسكها شوفوا ايش يصير، لما احطها لما اتحرك لما يصير بالوسط يحط لي علامة زرقاء قبل وبعد الصورة، معناته اذا انا تركت ايدي هذا الان الصورة بالضبط في الوسط، بالضبط في الوسط. ماشي، فيا اما اكتفي بصورة واحدة واحط صورتين جنب بعض او بحيث انه يكون متوسطين. ماشي، فهذه الصفحة الثانية مرة ثانية. شنو سوينا فيها؟ حطينا عنوان ثم موضوع، طبعا هني مقدمة حق الموضوع، الموضوع على اليمين، النص والصورة على اليسار، بعدين فاصل، عنوان آخر تكون العكس، الصورة على اليمين والموضوع على اليسار، ثم صورة في الوسط. فهذه التاب الثانية، ونراكم إن شاء الله في التقسيمتين الثانيين إن شاء الله في الفيديو اللي بعد إن شاء الله.